طيب الذكر وخالد الذكر خالد جلال غني عن التعريف طبعا. انا طبعا كنت من المحظوظين اللي كنت يعني خدت فرصه ان انا اتمرن على ايده اتدرب على ايده ازاي ان انا يعني الواحد وقفه المسرح شكلها عامل ازاي الاداء على المسرح شكله عامل ازاي. طبعا هو يعني ازاي خلي الجمهور يضحك طبعا جداً هو وهو برضو استاذ خالد جلال عنده ميزه ان ممكن يخليك تضحك جدا جدا وفي الدقيقه اللي بعديها تعيط جدا 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 يعني تضحك وتبكي في نفس الوقت هو مبدع وخلاق ويقدر يطلع منك يعني حاجات انت شخصيا ما كنتش تقدر او ما تعرفش ان هي موجوده عندك يعني كممثل. انا بعمل ايه دلوقتي؟ دي طبعا الشوربه الفراخ طبعا والعضب بتاع الفراخ مع بوكيه جرنيه جزر وكرفس وبصل وثوم. حلو قوي طبعا. انت معلش بوكيه ايه؟ بوكيه جرنيه اوكي جزر كرفس بصل ثوم الله من كان هذا الفراخ رقبه الفراخ وده كله في الاخر على شوربه. دي شوربه الفراخ بالدجاج. ايه رايك الشوربه؟ لازم طبعا الشوربه على السفره. طبعا طبعا انا بحب كده برضو الشوربه. انا بحب شوربه الشعريه مش تصنع صور هنا الشعريه. دي شعرية عظيمه جدا طبعا. دي شعريه مع شوربه. انا اول مره اشوف يعني او ما جربتش قبل كده الشعريه بالجزر ده اختراع وهجربه ان شاء الله النهارده. ماما معلش انا اسف بعد اذنك يعني لو حضرتك بتتابعيني عايز النهارده شوربه شعريه مع الجزر بعد اذنك انا اسف. لا ماما تحب تاكل من ايدك ايه؟ سؤال عظيم. لا يعني انت دخلت المطبخ وانت عارف ان هي بتحب الاكله دي. بتحب تاكل الكوسه بالبشاميل من حضرتك؟ طبعا. النقطه ان انا بفتح الثلاجه بحط مكونات على بعض. مصمم على فكره. انا بحترم المدرسه دي. مش شرط اصل هو لازم بقى انزل اخد العربيه واجيب الكرفس مش مقلقه اللي موجود هعمله بالظبط حلوه فانا بحاول موجوده بالموجوده. برافو عليك. ايه رايك في الشوربه بتاعتي؟ ده عظيمه جدا وريحتها يا جماعه. يا جماعه بصوا ريحه الشوربه طالعه. انا عايزك يعني بص هوايه انك تغرف الاكل هنا. يلا دي لعبتي. طب انت عايز الشوربه هنا؟ نغرف الشوربه. يا نهار ابيض بس كده. اتفضل استنى عليا استاذنك نحط دي هنا كده اهو. حاضر ديت